اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ ترى عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقولي لنا هاني من الجاية كنا على الأقل دهنا الأرض مربى؟ والله يا سعبده أنا ما كنتش جاية، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت أجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى أن أنا زعلان؟ يعني تجيبي البنت لقمة وما تجيبليش أنا؟ ودي حاجة تفوتني يا سعبده. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع وتزروت براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعد؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عينيا يا سعد. هروح اكل سعد الاول وبعدين ابقى ارجع لك، مش هتاخر. ماشي يا خالتي. قوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ ايه حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو غصتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. اما اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهو سريعة، سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك.
انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعمل لي سكران. ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي. قاف. قرر. ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره. لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكره انت موترني جدا، والمشكله مش عندي. امال عندي انا يا عم؟ المشكله عندي انا، عندي انا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي؟ يعني هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى، متاخر بقى ايه، واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي. وانت يا قليل الادب، دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة.